تاني فيديو في السيت اب الجديد. مساء الخير، صباح الخير ومساء عليكم. النهارده هنتكلم على النوت 9. بصراحه انا عايز اخش في الموضوع على طول. انا مش عارف اقول انا متحمس للموبايل دوت ولا مش عارف اقول انا مش متحمس له قوي. النوت 8 كان موبايل حلو، فيه مميزات كتير وكان فيه شويه عيوب شبه البطاريه، لكن سامسونج اكيد هتحدث العيوب ديت في النوت 9. لكن ده مش مخليني متحمس قوي، لان الموبايل اللي بعد النوت 9 هيبقى الذكرى العاشرة للموبايلات اللي من فئة الاس لسامسونج، فاكيد سامسونج هتوفر كل الحاجات الحلوة عشان تحطها في الموبايل اللي بعد اللي جاي. لكن معنى كده ان النوت 9 هيبقى وحش؟ لا، مبدئيا سامسونج هدعم نفس الحركة اللي بيعملوها في اخر كام سنة، اللي هي هتحاول تكبر حجم الشاشة وتقلل حجم الجهاز نفسه، بحيث ان الجهاز يبقى فيه شاشه كبيره وجسمه نفسه صغير. عشان كده اول حاجه متوقعها ان النوت 9 هيبقى شاشته اكبر من النوت 8 وحجمه اصغر من النوت 8. واخدين بالكم من الاخضر؟ اخضر كده. شكرا. تاني حاجه مكان البصمه. زي ما شفنا في السامسونج جالاكسي اس 9 بلس الكاميرا كانت بالطول وتحتيهم كانت البصمه، لكن الموضوع ده مش هينفع قوي في النوت 9. ليه؟ لو تفتكروا في النوت 8 اوحش حاجه تقريبا كانت البطاريه اللي هي ضعيفه شويه، فعشان كده اتوقع ان اكتر حاجه سامسونج هتركز عليها في النوت 9 هي البطاريه. البطاريه في النوت عموما لازم بتاخد حجم صغير شويه بحكم ان في قلم بيبقى محطوط في الموبايل من ورا فبيذكر مكان البطاريه. فلو هم عملوا الكاميرا بالطول وحطوا البصمه كمان تحتيها هيضطروا يعملوا بطارية صغيرة شوية. كل اللي انا اتوقعه اللي هم هيعملوا الكاميرا بالعرض وهيعملوا برضو البصمة تحتيها، لكن ده هيوفر لهم مكان اكبر عشان يعملوا بطارية اكبر تقعد وقت اكتر اكبر اكتر. فعشان كده انا هروح مع التسريبات في النقطة ديت، واتوقع ان الكاميرا هتبقى بالعرض مش بالطول. بما اننا جينا بنقطة الكاميرا، اتوقع ان الكاميرا هتبقى احسن شوية من الاس 9 والاس 9 بلس، لكن مش هتبقى احسن كتير. يعني متوقعش ان الارقام هتفرق قوي بالنسبة للكاميرات، لكن اتوقع مثلا تغير في السنسور وبرضه هيبقى فيه نفس المميزات شبه ان الابتشر بيفتح ويقفل. وزي ما قلت اتوقع ان هم هيحاولوا يشيلوا الحاجات الحلوه جدا للموبايل اللي بعده. نيجي للاداء، اتوقع ان الموبايل هيجي باندرويد بي، وده طبعا احتمال كبير جدا، لكن زي ما كان في الاس 9 والاس 9 بلس في 4 جيجا بايت رام و6 جيجا بايت رام، الاربعه من مع مساحه ال64 والسته مع مساحه ال128. اتوقع في النوت 9 هيبقى فيه 6 جيجا بايت رام مع ال 64 جيجا بايت، وهيبقى فيه 8 جيجا بايت رام مع ال 128 جيجا بايت. لكن اتوقع ان الفرق هيبقى فرق سعر بس، مش هيبقى فيه فرق كبير في الاداء ما بين ال 8 جيجا بايت رام وال 6 جيجا بايت. نيجي بقى لاكبر نقطه في الموضوع، الفئه بتاعت النوت عموما متميزه بالقلم، وبما ان الموبايل اللي بعد اللي جاي هيبقى من فئه الاس يعني من غير قلم، فممكن يطلعوا كل افكارهم دلوقتي في النوت 9 بالنسبه للقلم. التسريبات بتقول، وانا بصراحه مقتنع شويه بالتسريبات ديت، ان السنه دي التطور الكبير في النوت هيبقى في القلم. القلم اللي هيجي مع النوت ممكن يشتغل بالبلوتوث وبرده هيبقى موجود في العلبه عادي، لكن دوت هيخليك تعرف تميز الموبايل بحاجات كتير جدا، بما فيهم مثلا سكيورتي، كل واحد ليه قلم معين، او بما فيها انك تستخدم القلم دوت مثلا كزرار من بعيد تصور بيه. فاكيد سامسونج هتعرف تفتح كذا نقطه وكذا خاصية تعرف تعملها بالقلم لما توصله بالبلوتوث عن طريق الموبايل. لكن الفكرة، هل مثلا لما تقفل البلوتوث القلم هيطفي خالص مش هيشتغل على الموبايل؟ طيب ازاي هتشحن القلم؟ النقط دي كلها انا مستني بصراحة اعرفها من مؤتمر سامسونج. انا شايف بصراحة ان الموبايل دوت مش هيبقى فيه عيوب كتير، لكن مش هيبقى فيه حاجات كتير قوي جديدة. فالفكرة، هل سامسونج هتنزله بسعر معقول بحيث الناس تقول اه ده موبايل كويس وفوش حاجه وحشه وبسعر رخيص هشتريه، ولا الناس تقول سامسونج ما عملتش حاجه كبيره السنه دي ويستنوا زي ما انا مستني للسنه اللي بعدها؟ كان رايي انا، المهم رايكم انتم. ما تنسوش تكتبوا لي ارائكم في الكومنتات، ايه الحاجات الحلوه اللي هتستنوها وايه الحاجات اللي حاسينها مش هتبقى قد كده في النوت 9. وبس كان نكون. خد يا ابني رايح فين؟ الراجل ده بيعمل محتوى لسه ما شفتوش، بس هو يعني ان شاء الله يكون حاجه حلوه. لو عجبكم الفيديو بتاعته، لو بيعمل تيك ريفيوز وحاسين ان هو تمام، اعملوا سبسكرايب ودعموه. سلام. شكرا كريم. سلام.